يسعد لي صباحكن ومساكن يا أحلى عالم عندي. خليلي ألكن يا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، نزلتلكن قنبلة الموسم. هلا هاي الوردة سويتها نص بنص، يعني طلعت عيوني. إن شاء الله يا رب تعجبكن. ويا صبايا انتبهوا على التوزيع، يعني بس حطيت ورقة غلط خربت الوردة يعني. وإن شاء الله يا رب تعجبكم، ولا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو، خليه لي قلبكم إذا عجبتكم طبعا، إذا ما عجبتكم كمان حطوا لي لايك. وهلا بسم الله رح نبلش. هلا عندي 4 قياسات للوردة، هدول القياسات يا صبايا أنا نزلت لكم ياهن، 4 قياسات. من كل قياس قصيت بالنص تنتين بتنتين تنتين بتنتين، وفي القياس النصيني قصيته 3 بـ3. وعندي هاي قلب الوردة 14 قطعة، طبعا بتعرفوا 7 بـ7. شوفوا تابعوا الفيديو، انا ما بدي احكي كتير مشان تنتبهوا عليه. خليلي قلبكن ولا تنسوني من الدعم، وشيرولي يا حبابين اوفسكن. انا بحب بقلكن لاني بعرف بمون عليكن. وهون بس حبيت اتشكر الصبايا، خليلي قلبون على تعليقاتهم الحلوة. في عندي هون صبية ام اسماعيل ابو سلبك كتبتلي الورد، بعمل ورد داخل قلبك انا، خليلي قلبك يا روحي، انتي انتي الورد يا عمري. وهي هيك شوفوا يا صبايا، يعني مثل ما قلت لكم، يعني اكدوا على تطبيق الورق شلون طبقتهم. يعني هلا انا من قبل عاملة ورد نص بنص، بس مو هيك هالجمال طلع، لاني يعني طولت بالي كتير يعني حتى يطلع التطبيق نظامي. خليلي اقول لكم ان شاء الله يعجبكم. وهلا بدي اشوف هيك تعليق حلو من شي صبية، خليلي اقول لكم انا كلياتكم عسولات وكلياتكم بحبكن، وان شاء الله بالفيديوهات اللي جاي يلا حطوا لي تعليقات حلوه عشان اطالعها. خليلي اقولكن انا وما يحرمني منكن يا رب. وهون كاتبت لي صبية عطر الشام، ما ننحرم من فنك وإبداعك قلبي، خليلي قلبك انتي يا روحي. أنا يعني عن جد من تعليقاتكن الحلوة ومن دعمكن عن جد يعني كل مالي عبى أبدع بزيادة. خليلي قلبكن يلا استمروا هيك مشان أطلع لكم أكتر وأكتر، لسه في عندي إن شاء الله إن شاء الله إذا الله راد موديلات كتير حلوة. خليلي قلبكن وما أنحرم من تعليقاتكن الحلوة يا عمري.
وهلا هيك يعني خلصنا الوردة. خلي لي اقولكم يا صبايا عن جد، كتبوا لي رايكم بالتعليقات وبستنى تعليقاتكم، واحلى تعليق راح اطالعه. خلي لي اقولكم انا ان شاء الله يا رب يا رب تعجبكم، وان شاء الله بشوفكم على خير بالفيديوهات اللي جاي. بحبكم كتير 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 يا احلى احلى عالم.